واجبنا جميعا أن نعمل ليظل جوهر الديمقراطية صافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكويت. في مشهد مهيب لما تأكل الأخضر واليابس ألم نتوجه مساكم الله بالخير مشاهدينا، نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى المجلس. هذا البرنامج اللي نستضيف فيه المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2016 وأيضا المحللين السياسيين. نتكلم في قضايا كثيرة تهم اليوم المجتمع الكويتي وينطرها من المجلس القادم بإذن الله. خلونا نرحب بداية في ضيفنا في هذه الحلقة اللواء متقاعد الأستاذ مصطفى جمعة. مساك الله بالخير، يعطيك العافية أبو بدر. يعافيك يا أهل أخوي أبو بندر، أنا سعيد أن ألتقي مع حضرتك ومشاهدي قناة الكويت العزيزة. وإحنا سعداء بوجودك اليوم معنا أبو بدر. قبل أن نبدأ الحوار نشوف تقرير ونرجع إن شاء الله إلى حوارنا. خلينا نشوف التقرير ونرجع معكم. ما جهز التقرير، ما أدري ليش الجماعة دائما ما يجهزون تقارير أبو بدر، هل أزعل ولا؟ لا لا أبدا، هذه الأمور الفنية دائما تحصل على الهواء، شيء طبيعي هذا. نعم، على ما يجهز التقرير إن شاء الله بناخذه. إن شاء الله. أبو بدر خلينا ناخذ بداية، ليش ما يهتم نواب مجلس الأمة، أو ما نبي نقول كل النواب، نعمم نقول بعض نواب مجلس الأمة، بتشريع قوانين لتخفيف الزحمة رغم كل التذمر الشعبي اللي نشوفه اليوم من سنوات؟ احنا نتكلم عن الزحمة ونصيح من الزحمة أنا وأنت ويمكن جميع المشاهدين اللي اليوم متابعونا من سنوات، 10 سنوات أو أكثر، وإلى الآن ما شفنا تشريعات وقوانين تحد أو تحل شيء من هذه الأزمة وهذه المشكلة. ليش وجدتها؟ أبو بندر، الزحمة المرورية هي أزمة عالمية، هي موجودة في كل دول العالم، تختلف الحدة من دولة إلى أخرى حسب الإمكانيات الهندسية اللي عندهم، حسب الإمكانيات الفنية، حسب الإمكانيات المادية، حسب الإمكانيات البشرية. الزحمة الموجودة عندنا بالكويت قاعدة تختلف سنة عن سنة. اليوم احنا الان وضعنا تقريبا عندنا 2 مليون سياره بالكويت، بعد اسبوع تلاقي دخلت 20,000. اي نعم، دخلت اعداد كبيره مختلفه من السيارات. هذه السيارات اللي لما تدخل الى الشوارع، واعداد الاشخاص اللي يحصلون على رخص السوق ايضا لما يدخلون الى الشارع، معناته انت محتاج الى اعداد مختلفه ومتنوعه من الطرق. أعضاء مجلس الأمة لا لهم دور مميز، لأن التشريع اللي حصل والقانون اللي طلع سنة 76 على 67، قانون المرور الحالي المميز يعتبر، مع لوائح التنفيذية، والقانون هذا تم هذا القانون سنة 76 أبو بدر، 76 على 67 قال الكويت السيارات اللي فيها تنعد على أصابع. أي نعم صحيح. اليوم احنا نبي قوانين في هالوقت اللي الشوارع ما تقدر تمشي فيها. أكيد أكيد، أنا ما خليتنا أكمل محاضرتك. القانون هذا قانون عالمي، ولما كنا نروح إلى أي دولة من دول العالم كنا نفتخر بهذا القانون. لحتى هاللحظة هذه دول مجلس التعاون والدول العربية وبعض الدول الأوروبية تأخذ من قوانيننا، والقانون هذا تم ترى التعديل عليه، على قانون المرور، على اللوائح التنفيذية. اللوائح التنفيذية من حق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه يصدر القرار اللي يناسب الوضع المروري. أما القوانين هذه تحتاج إلى مجلس الأمة في آلية معينة، يقترح معالي الوزير والأخوة العاملين في المرور، وبعدها إلى مجلس الوزراء، ومن مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة، ويعرض هذا الموضوع على مجلس الأمة للتشريع. مجلس الأمة ما يتأخر أبدا في تشريع أي تشريع له علاقة بالسلامة العامة للمواطنين والمقيمين. ما كان يستحق الموضوع حتى أن يكون لجنة خاصة؟ شفنا اللجان في مجلس الأمة، لجنة المرأة، لجنة وايد يعني المرافق العامة، كل اللجان التعليمية، ما كان هالموضوع بالذات خلال السنوات الأخيرة مع وجود حملات شعبية طالب بحل مشاكل أو الأزمة المرورية والزحمة المرورية، بأن يكون هناك لجنة على الأقل مؤقتة في المجالس السابقة، على الأقل المجلسين السابقين، تهتم في هالموضوع؟ أبو بندر، أنت من خلال الإدارة العامة للمرور عندك المجلس الأعلى للمرور. نعم. المجلس الأعلى للمرور دوره الآن محدود، وأنا تكلمت مع أكثر من عضو من الأعضاء على أن أنتم لابد أنكم تتحركون، هذا المجلس أما يفعل بشكل صحيح أو أنه يتسكر ويغلق،
لأن في نخبة مميزة من الوكلاء والوكلاء المساعدين والشخصيات المميزة في الشارع الكويتي، وكلهم حريصين على العمل، لكن أنت تحتاج إلى أنك أنت تعطيهم المزيد من الصلاحيات والسلطة على مثلا التشريعات، على الرقابة المرورية، على أمور كثيرة مختلفة، على الهياكل التنظيمية والهيكل التنظيمي في المرور. علشان أنت تعمل لك لجنة من اللجان، لا ما في داعي، لأن أنت مجرد أنك تحيل من مجلس الوزراء إلى تروح إلى وين؟ إلى اللجنة التشريعية، ويتم استدعاء المختصين في الحركة المرورية، سواء كانوا من الضباط أو من المهندسين أو من خارج العمل المروري. هذا يكون شغل حكومي يعني أبو بدر، المجلس على المرور وشغل وزارة الداخلية، لكن احنا نتكلم عن شيء تشريعي في مجلس الأمة، يعني تكون في لجنة في مجلس الأمة تختص بقضايا المرور وإنهاء الزحمة المرورية، بحيث أنه يكون في اطروحات، يكون في اجتماعات مع الجهات المعنية بهالموضوع. أكيد أبو بدر، في مجموعة من التشريعات كان المفروض أن تعرض على دور الانعقاد الحالي، لكن تم حل مجلس الأمة، وهذا أيضا أكيد راح تعرض بشكل مؤكد على المجلس القادم بعد الانتخابات. في من يقول أن قضية المرور والزحمة المرورية في قضايا أهم بالنسبة للنواب منها، وهذا الشيء اللي خلاهم شوي يبتعدون عن وضع حلول لها، هذا رأيك صحيح؟ لا، هي قضية المرور هي قضية ما تخص الإدارة العامة للمرور، الناس كلها على كل واحد يتكلم وين رجل المرور، وين ليش ما تخالفون، ليش ما تنظمون، ليش لا، الإدارة العامة للمرور هي جهة حسب القانون، جهة تقوم بمراقبة الحركة المرورية، بضبط الحركة المرورية، تقوم أيضا بمخالفة المتجاوزين للقوانين المرورية، وأيضا لها دور معين حسب الهيكل التنظيمي في أدوار الاختبار والفحص الفني وأمور كثيرة، هذه موجودة في الإدارة العامة، قطاع منوط فيها أعمال معينة يعني. لكن لما نقول والله أن هذه المسؤولية فقط هي مسؤولية وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، هذا كلام خاطئ مو صحيح، لأن وزارة الأشغال لها دور معين، وزارة بلدية الكويت لها دور معين، الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب لهم دور معين، وزارة الإعلام أيضا لهم دور معين، وزارة الأوقاف لها دور معين، كل وزارة التربية لها دور معين. ليش الآن منهج السلامة المرورية ما يتم إدخاله بشكل صحيح واقعي في مناهج؟ رغم أني أنا شخصيا عرضت على أكثر من وزير، لما كنا نحضر اجتماعات مدراء المرور ولجان التوعية المرورية، معظم قراراتنا توصياتنا ترفع إلى أصحاب المعالي الوزراء، تصير قرارات عند أصحاب السمو، تصير كلها قرارات تنفيذية، في قرارات تنفيذية مؤكدة وموجودة لكن ما تم تطبيقها على الشكل الفعلي، من ضمنها موضوع منهج السلامة المرورية. راح نتوسع يمكن أكثر بالكلام أبو بدر، لكن إحنا للتوضيح يعني يمكن عنوان حلقتنا الليلة الشارع الكويتي من ينتخب أو ينتخب من؟ احنا ما نقصد الشارع الكويتي بالمجتمع او الناس، احنا نقصد الشارع نفسه اللي يرتاده الجميع، وهو الشارع اللي فيه السيارات واللي يعاني منه الناس في الزحمه. هل الشارع هذا يعني راح يلاقي المرشحين او النواب المقبلين اللي ممكن يحسون بالمعاناه اللي يعانيها الناس اليوم بالشارع من خلال الزحمه؟ نشوف التقرير ابو بدر ونرجع ان شاء الله الى حوارنا، نشوف التقرير ونرجع معكم. لمتى زحمة؟ سؤال أصبح يتردد على لسان الجميع من مواطنين ووافدين، خاصة أن المشهد أصبح لا يرتبط بأوقات الذروة، بل أصبح سمة عامة للبلاد. وفي دراسة حديثة لوزارة الداخلية قامت بها بمساعدة مؤسسات بحثية عالمية، كشفت من خلالها أن كلفة الازدحام المروري في دولة الكويت تفوق 4 مليارات دولار سنوياً، بينما تصل كلفة المشكلات المرورية المتمثلة بالحوادث والتلوث البيئي والضوضاء حسب المواصفات العالمية إلى حوالي 3 مليارات دولار. وبحسب الدراسة فإن الرحلة من وسط العاصمة الكويت إلى ميناء الشويخ خلال ساعة الذروة 4 أضعاف الوقت مقارنة بالوقت العادي، كما أن الكويت على المستوى العالمي تحتل التسلسل الرابع عالمياً
بالنسبة إلى الطرق المزدحمة بالمركبات لكل كيلومتر واحد. وأشارت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن المشكلات المرورية، حيث أكدت أن البلاد تستنزف ما يعادل 2% من الدخل القومي سنوياً، أي أكثر من 3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريباً ما يصرف على التعليم أو الصحة، مما ينذر بحجم الهدر الذي تخسره الدولة والمواطنون سنوياً. كما أن الآثار البيئية متعددة، منها المركبات المعدومة نتيجة الحوادث غير القابلة للتصليح، ومع كثرتها يصعب التخلص منها وتخزينها. وتناولت الدراسة المخطط الهيكلي للدولة والدراسات الاستراتيجية الأخرى التي تتحدث عن أغلب الطرق في دولة الكويت تجاوزت 85% من طاقتها التصميمية والاستيعابية أو أكثر، مبينة انخفاض نسبة عملية بناء الطرق الحديثة في الدولة منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي، وأنها لا تتناسب حاليا مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد. وتبين جداول الإحصاء أن رخص قيادة الكويتيين زادت في النصف الأول من عام 2013 عن العام الذي يسبقه بنسبة 13%، بينما زادت رخص القيادة للجنسيات الأخرى في النصف الأول من عام 2013 عن سابقتها بنسبة 2%. وتدور التساؤلات حول إمكانية استيعاب البلاد لهذا الازدياد المضطرد في أعداد السيارات في ظل تباطؤ المؤسسات الحكومية من جهتها في تنظيم الطرق وإعادة تخطيطها. رضينا عليهم أبو بدر، خلاص دام أن التقرير طلع رجعنا معكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير أبو بدر. يعني يمكن التقرير تكلم عن عدد من الدراسات، سواء أمور مادية، أمور بالنسبة لي حتى اليوم أعتقد نفسية يعاني منها الناس. وأعتقد سويت حلقة قبل يمكن سنتين أو أكثر عن موضوع الزحمة وتأثيراتها النفسية مع استشاري نفسي، فكانت ردود الفعل يعني قوية فعلا، بأن في ناس وايد تسببت لهم مشاكل بالبيت، من طلاق، من ضرب حتى لأبنائهم، من عنف، من أشياء كثيرة وتأثيرات بالدوام بسبب الزحمة. لما يوقف السيارة ساعة كاملة مسافة 4-5 كيلو، ساعة كاملة أو 45 دقيقة عشان يوصل المكان اللي يبيه، شو تتوقع يوصل؟ يوصل وهو واصل حده اللي قدامه يطقه، صح ولا لا؟ فهالتأثيرات هذه، هل اليوم ما في يعني ما في دراسات قاعدة تشوف التأثيرات السلبية اللي قاعد يتعرض لها الناس من خلال موضوع الزحمة؟ شوفوا بندر، أكثر الدراسات الموجودة في دولة الكويت كلها عن المرور. تصدقني ما يمر شهر إلا أسبوع إلا شهرين إلا تلاقي دراسة مرورية موجودة. لمن نروح إلى، كنا نسافر إلى دول مجلس التعاون الدول العالمية دائما نأخذ دراستهم. أرجع مرة ثانية أقول لحضرتك والأخوة المشاهدين أن ترى الاختناقات المرورية هي نوعين. أكو ازدحامات مرورية ثابتة بدون تحرك للسيارات، تتوقف السيارات عند الإشارات الضوئية، عند الدورات، عند المداخل، عند المخارج بشكل كامل تتوقف الحركة المرورية. وأكو حركة مرورية متحركة، تمشي السيارة وبعدها 50 سيارة 100 سيارة تمشي وبهذا الشكل. هذه بدون شك، بدون يعني بالتأكيد على أن الاختناقات المرورية تسبب الألم النفسي والإزعاج، لأن واحد عنده موعد معين، عنده حالة مرضية لابد أنه يوصل، عنده بصمة، عنده بصمة، وايد من الأشياء. صحيح. لكن ترى هذه كلها أمور عالمية، والناس اللي هم مستعملي الحركة المرورية بالكويت تعلموا على أنه لمن يطلع يتأخر 10 دقائق عن الوقت المحدد بتحوشه زحمة. لكن أيضا فقام يبشر خلاص. نعم. لكن مختلف طرقات دولة الكويت، الحركة المرورية فيها ما أقول سهلة لكن ميسرة، والسيارات قاعدة تمشي، رغم أن في عندنا أكثر من مشروع بالدولة. والمشاريع هذه الآن لو نتكلم عن طريق، دام أنك جبت المشاريع أنا مجهزك سؤال عن المشاريع والجسور الجديدة اللي اليوم قاعد نشوفها، شارع جمال عبد الناصر، شارع الجيوان، طريق الجهرة، كثير من الجسور اليوم موجودة، شويخ، تداخلات، شيء يعني قاعد نشوف مشاريع مهولة نقول. صحيح. شيء جبار يعني. هذه المشاريع في حال افتتاحها
يعني اليوم يمكن افتتح اجزاء بسيطه منها حلت وايد مشكله الزحمه. صحيح. فما بالك افتتاحها كلها؟ اكيد ابو بدر، هل راح يساهم بشكل كبير وملموس بحل الازمه المروريه؟ والله بالتاكيد ان الحركه المروريه راح تختلف تماما في شارع جمال عبد الناصر وطريق الجهره، وهذه الطرق مفخره لدوله الكويت. ونشكر الدوله كلها، وزاره الداخليه، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، كل الأجهزة اللي عملت لنا هالنوعية المميزة من الطرق السريعة الحرة الحركة. نعم. إن ما في توقف عند مكان معين، لكن لا تعتقد إن الحركة المرورية والاختناقات راح تنتهي، لا ما راح تنتهي، لأن أنت تواكب، أنت الآن زيادة. قاعد تنقل آلاف السيارات تمشي 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 تنصدم مثلاً عند إشارة من الإشارات الضوئية، راح تتوقف الحركة المرورية بالكامل. صحيح. أنت تتفاجأ إلى دوار من الدوارات، راح تكون الحركة المرورية أيضا مزدحمة. لكن بدون شك على هالطريقين الآن أن 80% من الزحمة المرورية راح تنتهي. وأيضا هذه كلها حلقة متكاملة، أنت ما تقدر تعمل حلقة وما تكمل الجزء الآخر من الحلقة. لو نأتي الآن إلى طرق أخرى أيضا، طريق الأزمة، أنا بسميه طريق المشكلة، دار الرابع. أوه، دار الرابع. هذا الطريق أنا من الناس أنحاش منه لأي طريق ولا أني أدش. هذا الطريق أنا أتذكر بال 74 عندما تم افتتاح أول 75 أول جسر حديدي مع شركة يابانية، كنا وايد فرحانين لأن الشارع قبل عبارة عن دورات، والمرور ما قدرنا احنا نحل الحركة المرورية. بعدها تم تحويل الدورات، ألغيت الدورات إلى إشارات ضوئية. نعم. ولا قدرنا أيضا نسيطر على الحركة المرورية، لأن من جسر الشعب إلى جسر تونس مع الرابع المفروض السيارات دقيقتين كانت تتوقف أحيانا ربع ساعة. نعم. لأن هني إشارة وهني إشارة والسيارات كلها نازلة. وبعدها تم تحويل الإشارات الضوئية إلى جسور حديدية. الناس كانت تعتقد ان جسور مؤقته، لا هاي جسور حديديه صار لهم الان على 30 و35 سنه. صحيح. الدوله بدت مع المغرب مع الرابع بدت والله عملت نفق تحت وفوق جسر وايضا بعض الاشارات. الازمه المروريه الموجوده في طريق الدائري الرابع، كثره المناطق السكنيه اللي من خلال هالطرق هذه من المناطق السكنيه تنصب السيارات. نعم. على الدائري الرابع. صحيح. والدائري الرابع ما قام يتحمل هذا الوضع المروري. اعتقد الدائري الرابع يبي له جسر ابد المشروع مطابق موجود، مطابق لجمال عبد الناصر. المشاريع المشروع لهالطريق موجود عند وزاره الاشغال العامه، ويحتاج الوضع هذا الى تدخل حكومي على البدء. يعني خلونا لازم نضحي. المشروع مرسوم وخالص؟ خالص جاهز، وانا شفته تم عرضه من الاخ الوزير السابق بدر الحميدي، والمشروع هذا يحتاج الى التنفيذ. حتى لو اني انا الوزير بدر الحميدي. اي نعم. اي نعم. اي نعم. والمشروع هذا انت ممكن تنفذه الى مثلا ثلاث اقسام او ثلاث اجزاء، ما تبتدي فيه كله بالكامل. ايش رايك نفصل فيه بعد ابو بدر، لكن بعد ما ناخذ هالفاصل؟ تفضل. فاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا. وبدر، كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع الدائري الرابع. إينا. والمشروع اللي موجود من ايام الوزير الحميدي تقريبا قبل 6 سنوات او اكثر. صحيح. والى الان ما تنفذ ويحتاج الى قرار. ليش ما تنفذ الى اليوم مثل هالمشروع اللي يحل ازمه، يعني يخفف عن الناس شيء ما حد تخيل ان الدائري الرابع يعتبر عصب الدوائر. صحيح. اعتبره انا كنت اتابع الموضوع هذا مع كذا وزير، مع كذا شخصيه من الشخصيات. هم حسب معلوماتي ان عندهم مشكلتين. المشكله الاولى في بعض الاستملاكات المفروض تصير على اليمين وعلى الشمال من طريق الدائري الرابع. طريق الدائري الرابع يمر على ما يقارب على 15 ضاحيه من الضواحي. وبعض البيوت المنازل لازم تستملكها علشان تقوم في مشروعك بالشكل المميز. رقم اثنين، عندهم مشكله في عمليه الطرق البديله، لان الوضع الحالي المكان يعني مكان ضيق. رقم ثلاثة، آلية التنفيذ، أن
يتخوفون من شيء معين مثل ما هو حاصل على أي مشروع من المشاريع. عندما يبتدون بالمشروع تطلع لهم بعض الأمور والمعوقات الفنية، يخافون أن هذه الأمور تعطل مصالح الناس وتعطل الحركة المرورية، لأن منطقة في غاية الصعوبة. والمشكلة الأخيرة هي الإشارات الضوئية الموجودة، هي اللي قاعدة تعيق الحركة المرورية، لأن الإشارة الضوئية لها أربع اتجاهات. تجي السيارات توقف على ما يفتح الاتجاه رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، بعدين الدور لك تلقى الزحمة المرور راحت على رقم واحد، صحيح، يعني راحت على اثنين. هذا اللي قاعدة تعيق نظام الدوار اللي صاير تحت الجسور، ايه، وتحت نفق، ايه، دوار ماشي ما في إشارة. هذا ناجح كذا، شوف هو خفف وايد بأمر. هو شوف الدوار من الدوار فوق النفق، اي نعم، فوق الجسر. الدوار من الأدوات اللي تساعد تنظيم الحركة المرورية، لكن الدوار مشكلته إنه إذا تعطلت سيارة أو صار حادث من الحوادث بداخل الدوار، الدوار يتوقف تماما. الإشارة الضوئية أيضا وسيلة من الوسائل لتنظيم الحركة المرورية، لكن الإشارة الضوئية إذا تعطلت تصير فوضى، وعفوا أقول مسخرة بالميدان، ميدان كل من يقول أنا بطلع. وأيضا إضافة إلى ذلك إن إذا عند التقاطعات إذا صار لا سمح الله حادث من الحوادث المرورية، حالتين ماكو لا ثالث لهم، أما الوفاة أو الإصابة البليغة، الإصابة اللي تؤدي إلى الإعاقة. هذه الأمور من عيوب ما في عمل أو ما في وضع معين هندسي بتعمله للحركة المرورية إلا في جوانب إيجابية وسلبية. صحيح. أما الجسور اللي هي القوسية، هذه من أخطر الجسور بالعالم. ليش؟ لأن أتذكر أنا في المرور طرحنا شعار، كنا نطرح كل سنة شعار من الشعارات المرورية، توقع الغير متوقع. صحيح. أنت لما تطلع وأنت ماشي قبل ما تصعد ما تدري كل شارع واقف قدامك، الزاوية بعد هالمنطقة هذه اللي بتنزل، أما شارع واقف أو سيارة متعطلة، صحيح، أو حادث مروري، صحيح، أو زحمة مروري. يعني هذه الأمور كلها في المتوقع. هذه من خطورة الجسور القوسية. أما الجسور اللي هي على شكل متساوي وأنت تشوف اللي أمامك، هذه تسهل الحركة المرورية. الدائر الرابع يحتاج إلى قرار حازم من مجلس الوزراء الموقر بتنفيذ هذا. إحنا عاد أكيد إحنا وكل اللي تابعنا وكل اللي موجود ببيته اليوم بالكويت يتابع وينطر هالقرار لدار الرابع عشان يخفف شوي فعلا عن الناس، لأن يا أبو بندر ترى كل ما يمر يوم واسبوع وشهر وسنة راح يصير مشروعك يبيله بعد مشروع، يبيله زيادة التكلفة. صحيح. وأيضا زيادة إجراءات التنفيذ في ظل المشاريع اللي موجودة. أبو بندر تكلمنا قبل شوي عن الجسور اللي اليوم ما شاء الله يعني مشاريع عملاقة وجبارة موجودة، لكن في معاناة من ناحية الطرق الجانبية، الطرق اللي نقول اللي تنحط بصفة مؤقتة تحت هالجسور للمشاريع عشان الشوارع تمشي، الطرق البديلة. البديلة، أي، الطرق البديلة فيها من التكسير وفيها من التعرجات وفيها من المشاكل اللي يعني لو تأخذ لك سيارة من الوكالة اليوم يبيلك بعد سنتين إذا أنت سانها على طريق واحد. نفس المشاريع اللي نشوفها الجسور خمس سنوات، أي نعم صحيح، يبيلك سيارتك تبدلها يمكن كل سنة أو سنتين. شوفوا بندر، أنا عندما كنت رئيس مرور محافظة العاصمة ورئيس مرور محافظة الجهرة، كنا نقوم بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة على الطرق البديلة لأي مشروع. ووزارة الأشغال العامة كانت حريصة تماما على عمل أفضل وأحسن الطرق البديلة، وأحيانا الطرق البديلة تعادل وتضاهي الطرق الأصلية. كانت لا حتى الآن، لكن شنو اللي أنت عندك؟ أنت عندك أمور هندسية فنية، أنت مجبر على أنك أنت تطلع يمين وشمال، لأن أنت بتاخذ جزء من الشارع والشارع هذا كله مو ملكك. أوكي. تلاقي أحيانا بعض العوائق الفنية، بعض العوائق الهندسية، بعض المباني وغيرها. شارع أبو بدر تمشي في سيارة، ما سيارتك تصعد السماء وتنزل بالأرض من الحفر. والله أنا أشوف، أنا أمانة وايد أمانة، أن لمن أنا وغيري قاعدين نمر على الطرق
الطرق صحيح قلت لك أنا تعب الواحد تلف يمين وتلف شمال لازم تكون حريص ودقيق، لكن وزارة الأشغال بالتعاون مع الشركة المنفذة قاعدة تقوم أول بأول إذا في هناك بعض الحفر بعض المطبات بعض هالأمور. عموما ترى احنا طريق الجهرة وشارع جمال عبد الناصر تقريبا المشاريع هذه على السنة القادمة على نهاية السنة بداية السنة الجديدة على السنة هذه نهاية السنة طريق الجهرة اللي هو أكثر جهوزية راح يتم افتتاحه، وبعدين طريق جمال عبد الناصر. وهذه قلت لك أنا مفخرة لدولة الكويت، وأي واحد يبي مر على أي شوارع من شوارع الكويت أنا أقول له مر على طريق الجهرة وعلى شارع جمال عبد الناصر، شوف الفن الهندسي والفن المعماري والفن الجمالي اللي تقوم في وزارة الأشغال بالتنفيذ بالتنسيق مع الشركات العالمية. أبو بدر عندنا استطلاع رأي أخذنا في عينة من المواطنين يتكلمون برأيهم عن الزحمة المرورية، نشوف هالاستطلاع ونرجع إن شاء الله معك إن شاء الله. قضية المرور ما يعني ما اهتم فيها حيل، حتى لو تكلم واحد تكلم مرة واحدة ونساها بس ما تكلم. وحنا كلمنا كذا يعني عضو برلمان أو عضو بلدي كلمناه بالشغلة قال تكلف. طيب تكلف، احنا الحمد لله بخير ونعمة، يعني ما افتكر ناقصنا شيء. أنا أشوف إن الزحمة وايد، ويعني لازم أرجونا من وزارة الداخلية تكثيفهم والله يعطيهم الصحة والعافية، صدق إنهم مقصرين، بس إن ما شاء الله يعني صارت زيادة عدد السكان ما يؤدي إلى نبي يعني نبي دعم أكثر من وزارة الداخلية. يعني الناس استفادت بعد المشروع، آخر مشروع اللي هو الدار الأول صار فيه أكثر توسعة، لكن أنا أشوف إنه واجب رجال داخلية خصوصا بأوقات الذروة متى ما كانوا موجودين أماكن الزحمة أماكن المعتاد فيها اكتظاظ مروري مطلوب إنه تواجدون، وإن شاء الله تتيسر إن شاء الله. من الحلول توسعة الطرق بناء جسور، هذه من الحلول اللي أنا أشوفها. يعني يمكن أبو بدر نشوف الأغلبية يتكلم عن الجسور، والجسور في نظر الناس اليوم صارت إيه الحل الأمثل للزحمة، يمكن نموذج جمال عبد الناصر طريق الجهرة لما يكون شوارع تحت والجسر فوق خط سريع ماشي، هذا شوي يمكن عطى الناس باور بأن هالمشاريع مثلها نبيها على الرابع ونبيها على الخامس ونبيها على السادس. لكن في من يقول لك أن تم نقل الزحمة في فترة المشاريع هذه من الشوارع نفسها إلى المناطق السكنية، وأنا يمكن شفت في فترات قبل فتح المرحلة الأولى من شارع جمال عبد الناصر كان أنت مضطر أنك تدش داخل منطقة غرناطة وأنت يا مصلبيخات، تدش غرناطة تدش بين البيوت شوارع ودواعيس لين ترد مرة ثانية إلى الشارع العام، آلاف السيارات تدش وراء بعض بالذات الصبح فترة الدوامات. فهالكلام هذا صحيح؟ أبو بندر أنا قلت لحضرتك أن بداية أي مشروع من المشروعات المرورية تلاقي الصعوبة بالتنفيذ والصعوبة من قاعدين المركبات شيء جديد. هو متعود أنه كل يوم يمر على شارع معين بشكل مستقيم ويوقف عند الإشارة الضوئية وأحيانا دوار ويدخل المنطقة السكنية اللي يبيها علشان يوصل إلى عمله إلى مدرسته إلى 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 الآن الوضع هذا كله اختلف في بعض الطرق، لابد أنه يتحمل قائد المركبة، والحمد لله رب العالمين أن احنا وصلنا إلى تقريبا الدولة وصلت إلى المراحل النهائية لهالمشروعين اللي هم أهم المشاريع بدولة الكويت. صحيح أنه كانت تنتقل الحركة المرورية من الشارع إلى المناطق السكنية، لكن الآن خفت بشكل 60 إلى 70%. أيضا في هالمناسبة هذه لابد أني أنا أيضا أشكر دور المجلس البلدي. المجلس البلدي دور مساعد ومساند لوزارة الداخلية لوزارة الأشغال العامة كل وزارات الدولة اللي لها علاقة بتنفيذ أي مشروع من المشاريع المرورية. الإخوان يقولون أن كثرة السيارات، إيه نعم السيارات راح تزيد أكثر وأكثر، كثرة السائقين راح يزيد عددهم أكثر وأكثر. في الآن أيضا مشروعين من وزارة الأشغال العامة، وزارة نشطة تماما قاعدة تشتغل بالشكل الصحيح حسب الأدوار اللي هم مكلفين فيه.
ان الان في استكمالا لطريق الدائري الاول، اتمنى ان يمشي المشروع بالشكل ايضا الصحيح، لان في عائق موجود، مسجد من المساجد، والقضيه هذه منظوره امام المحاكم. اتمنى ان هذا الموضوع ينتهي علشان يستكمل المشروع المرحله الثانيه للدائري الاول، وايضا امتداد الدائري الخامس. وهذا الان ايضا وزاره الاشغال مع الشركه المنفذه قاعدين يقومون في دورهم، لان الدائري الخامس مشكلته اللي هو شارع الشيخ زايد بن سلطان اعلنها يا رحمه الله عليه، ان انت لما تطلع مستانس تطلع تمشي فجاه تلاقي اربع اشارات ضوئيه امامك. هذه الاشارات كلها راح تلغى الاشارات حسب ما هو موجود المخطط اللي عاملينه، وهذا ايضا مرحله من المراحل المميزه لدوله الكويت، ان قاعدين ما شاء الله عليهم قاعدين يشتغلون. اذا صارت انفاق بعد خلاص انت يعتبر الدار الخامس انت ماشي، ما يوقفك شيء، ما في شيء يوقفك. وايضا في هناك مشاريع اخرى حسب ما نقرا ونشوف الاخوه الافاضل في وزاره الاشغال العامه، ان عندهم على شارع دمشق، وعندهم الدائري الثاني، وعندهم الثالث، وعندهم شارع القاهره، والطرق هذه كلها نبي المشاريع هذه تمشي مبادر ان شاء الله، تمشي نريح الناس، تمشي الحياه، تمشي والسيارات تمشي والمشاريع تمشي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبدر فتره من الفترات، يمكن حتى دامك تطرقت بعد لنمسي عليه بالخير وزير الاشغال السابق بدر الحميدي، كان في دراسه لالغاء الاشارات المروريه بالكويت ووضع الدوارات مكانها، بما ان الدوارات حسب الدراسات اللي موجوده راح تكون افضل واخف لموضوع الزحمه، هل تعتقد ان هذا الموضوع صحيح وان فعلا الدوارات افضل من الاشارات بتخفيف العبء والزحمه عن الشوارع؟ شوف وين وصل هالموضوع هذا الحين؟ الاشارات الضوئيه تعيق الحركه المروريه تحت الجسور، هذا كلام اتفقنا عليه. نعم. الدوارات المروريه تعيق الحركه المروريه ايضا بنسبه 50% من تحت الجسور وعلى الطرق السريعه، ايضا هذا انا لابد ان نتفق على الكلام. نعم. الان في امور اخرى اكثر تطورا لها طرق ملتوية موجودة عند نفس الجسر، استدارة من الجسر، أما تطلع على الشمال بجسر علوي أو على اليمين. هذه الأمور اللي الآن وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومع بلدية الكويت هم قاعدين يقومون فيها الأمور هذه. لكن داخل المناطق إلغاء الإشارات ووضع الدوارات داخل المناطق السكنية كان أفضل، مو داخل المناطق. يعني لما نتكلم عن شارع السوق بالجهرة كان كله إشارات من المخفر الشمالي إلى آخر السوق، لغت كل الإشارات وصارت دوارات. شوف الانسيابية اللي صارت مبدر من خلال تجربتي المرورية 27 سنة، أنا أكد لحضرتك وللأخوة المشاهدين أن الدوار أفضل من الإشارة الضوئية. أفضل لأن الدوار ما في شيء يوقفك. صحيح. الإشارة أنت مجبر على أنك توقف. نعم. توقف لك دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاث، أنت مجبر. نعم. لكن الدوار لا، أنت قبل ما تدخل الدوار في قاعدة قانونية موجودة في قرار وزاري يقول الأولوية اللي قاعد يصير داخل الدوار، والناس الآن بدأت تتعلم. نعم. اللي داخل الدوار قاعد يمشي هو يوقف لثواني وأحيانا دقيقة دقيقتين وبعدين يدخل الدوار، أفضل الإشارة لا. وبدل نروح فاصل ثاني ومن بعد ان شاء الله نرجع نستكمل حوارنا بالجزء الاخير من حلقه الليله. فاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا. ابو بدر، يمكن من الاشياء اللي يلقى اللوم دائما عليها الوافدين مسكرين الشوارع، الوافدين كثرة بالشوارع، الوافدين لا تعطونهم لياسن، الوافدين. اليوم إذا أنا ماني موفر وسائل نقل صحيحة للوافدين، أي نعم، لا الباصات اللي نفس الناس صحيح، ولا اللي حاط المترو، وأنا أتكلم عن المترو صار لي سنوات، ولا في وسائل نقل صحيحة، ولا بيعطي ليسن ولا أبي، شنو الحل؟ والله شوف أبو بندر، الوافدين هم شركائنا في الحياة بالكويت. نعم. لابد أن كل واحد ياخذ حقه. صحيح. سواء كان عربي او اسيوي او اي اوروبي. نعم. كلهم لهم حقوقهم وواجباتهم. بالنسبه لرخص القياده في لائحه موجوده، والاداره العامه للامور لما وضعت اللائحه، وانا كان لي دور انا وزميلي اللي هو اسماعيل خالدي ان نضع اللائحه عندما كنا في المرور، وبعدين تم تعديل
على هاللائحة هذه أدخلوا بعض الفئات للحصول على الرخصة. نعم. الدولة في ظروفها الحالية في شوارعها الحالية لا يمكن أنها تقدر تعطي الجميع رخص. نعم. ولا يمكن أن تخلي كل واحد جاي من أي دولة من الدول أنه يأخذ أيضا إجازته ويمشي على كيف ما يشاء. لكن على الأقل يكون نعم. في بديل. أي نعم. لو أني إلى وسائل النقل الجماعي. وسائل النقل الجماعي حاليا قاعد الباصات اللي تشتغل كانوا ثلاث شركات. الشركة الأولى شركة النقل العام الكويتية، هذه شركة رائدة، هذه من أوائل الشركات اللي قامت في تنظيم ونقل الركاب من وإلى، وبعدها شركات خاصة. بعدين الآن شركة سيتي باص أيضا لهم دور مميز قاعدين يقومون فيه. وكانت هناك شركة من الشركات أيضا الثالثة، أعتقد أنهم أنا ما قاعد أشوف باصاتهم بالشوارع، هذه قاعدة تساعد على تنظيم الحركة المرورية. الباصات لها دور، تعتبر الباصات وسيلة من وسائل النقل. بالنسبة لسيارات الإجرة هذه أيضا وسيلة من وسائل النقل الجماعي. نأتي إلى وسيلة أخرى ثالثة موجودة في بعض دول العالم اللي هو القطارات تحت الأرض. هذه أيضا مترو، في مترو خارج، في داخلي وخارجي. القطارات اللي تمشي أيضا تنقل ملايين، مثلا مدينة لندن تنقل باليوم الواحد عن طريق الأندرغراوند ما يقارب 10 مليون شخص يوميا. شوف 10 مليون هذيلا لو عندهم سيارات، لو يمشون بيركبون تكاسي، بيركبون باصات، عشان تشد الشوارع فاضية، كارثة، الناس تمشي تحت الأرض. الآن الوسيلة المميزة الموجودة بالعالم، وهذه موجودة الآن في معظم دول مجلس التعاون، بالذات نلاقيها في السعودية، نلاقيها في الإمارات، في دبي، مترو الأنفاق أو المترو. المترو هذا اللي هو المترو المعلق، المترو هذا لا يتوقف عند إشارة ضوئية ولا تحوش الزحمة ولا يوقف عند الدورات أبداً. تلاقي عنده مسارات معينة الراكب ينزل ولا يمر على حوادث، ولا يمر على حد، لا زحمة ولا شيء. صحيح. هذه الوسيلة كان من المفروض حسب ما كنت أقرأ أنا أنه بال86 أو 87 أن المشروع هذا يكون مكتمل، لكن تأخر وايد، والآن احنا قاعدين نسمع، وهذه أيضا من خلال برنامجكم. لما قالها سعد الفري أبو بدر صاعد قطارك رايح شبرتك، هذا حكي وين صار له تقريبا 35 سنة. هذا من خلال برنامجكم. أنا أدعو الإخوان المسؤولين عن المترو، أرجو أنهم يستعجلون في هذا الأمر، وكل مرة احنا قاعدين نسمع الشهر القادم، السنة القادمة، المشروع وقف، المشروع نزل، المشروع يبي ينزل. تعتقد في مشروع مترو أصلا بالكويت؟ لا بيصير، لا يصير مترو بالكويت إن شاء الله، وفي قطارات أيضا، لأن هذه أمور فيها قرارات من دول مجلس التعاون وأصحاب السمو والملوك والرؤساء. أيضا أنا بضيف من خلال الزحمة والاختناقات المرورية، الزحمة الآن إحنا الناس كلها قاعدة تتكلم عن الشوارع الرئيسية، شوارع الرئيسية، الطرق الدائرية وشارع دمشق والمغرب، الطرق هذه كلها مختنقة، خاصة دخول وخروج الموظفين. بالسابق كنا الزحمة المرورية متى نلاقيها؟ نلاقيها الصبح ساعتين وبس، بعدين هدوء. اليوم لا، اليوم وبعدين الظهر نلاقيها في ساعتين ثلاث ساعات هدوء. الآن على مدار الساعة واحدة ثنتين وتلاقي الحركة المرورية منتشرة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا من الاختناقات المرورية اللي لحتى هاللحظة هذه الدولة ما تبنت بإنهاء الحركة المرورية، وبعمل أشكال هندسية من يعني أي وضع يساعد على تنظيم الحركة المرورية بالشوارع في المناطق التجارية الداخلية. مثلا رحت إلى حولي، تروح شارع قتيبة، تروح شارع المثنى، شارع اليرموك، هالشوارع هذه تحتاج إلى إعادة نظر من بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية. وبدر عندي ثلاث دقائق، أبي نقاط سريعة بس ناخذها. يعني موضوع التنسيق الحكومي بين الوزارات بالنسبة للدوامات الصبح هذا نسمع فيه صار لنا يمكن مطالعنا على الدنيا. أي نعم. لليوم ما في تنسيق، بس أبي رد سريع. والله أنا شفت أخونا الفريق متقاعد عبد الفتاح العلي، نعم، عندما كان وكيل المرور طرح هذا المشروع، هو موضوع قديم مو جديد، من سنوات طويلة ما في رغبة وقدرة من وزارة التربية اللي هي الجهة اللي
عندها الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات اللي يطلعون إلى مدارسهم، ما في عندهم لا الرغبة ولا القدرة. هذا المشروع أو هذا الموضوع أنا أقول باللغة العامية الكويتية انسوا الموضوع. رفع سعر البنزين تعتقد أنه من أسبابه تخفيف الزحمة عشان الناس ما تصعد سياراتها مثل ما البعض يقول؟ لا مو صحيح. تفتر بالشوارع؟ لا لا مو صحيح. من حق الشاب، من حق المواطن، من حق المقيم، كان كويتي أو أجنبي، أنه يتحرك كيف ما يشاء في أي شارع من الشوارع. لكن هذه أمور خاصة في الدولة أنه برفع سعر البترول علشان يخففون من الخسائر الموجودة. بس هذا هاي رغبتهم، وانا اتفق ولا ما اتفق هذا شأن خاص فيني. يعني مبدر، سؤال مهم، سؤال الاخير، يعني راح نقول دائما ان الناس تشتكي من عدم وجود باركن مصافط، لا بالمستشفيات ولا بالجامعات ولا بالاسواق والمجمعات ولا بالاماكن العامه. تنحد الناس بالمستشفيات، اشوف بعيني يعني المستشفى، شنو اكثر مستشفى واحد مريض عنده، مريض يبي يدش عنده اشعه عنده شيء، ينحد ما يلقى باركن، وين يروح؟ والله اشوف ليش ما يتم على الاقل هذه الشغله انسانيه، ان نبعد المرور والمخالفات عن المستشفيات والجامعات على الاقل. مبندر، لان انت اذا وفرت لي باركن انا بصفط، لكن ما في باركن شو اسوي؟ مبندر، لما تكلم حضرتك عن المستشفيات، نعم، العدان، الجهره، الفروانيه، مبارك، كل هالمستشفيات، الرازي، ابن سينا، كل هالمستشفيات عندهم مواقف متعددة الأدوار، 4 أدوار من أفضل المواقف الموجودة بالعالم، وفيها خدمات مميزة، من العلامات، من عزكم الله دورات المياه، من اللوحات الإرشادية، من الإضاءة، كل شيء كل شيء. لكن المواطن والمقيم ما يبي يوقف بالموقف. أنا أمس رايح زيارة إلى مستشفى الرازي لزيارة صديق، ما يبون يمشون، ولا الموقف الدور الأول في سيارات، الثاني الثالث الرابع ماكو أحد، والضرب والهوشة على المواقف الخارجية. هذا رقم واحد، مستشفيات خلصنا احنا. يبقى حسب الأعمار أبو بدر، يعني إذا ريال كبير بالعمر ما يقدر، ما يقدر الدور الرابع ويمشي ما يقدر، إذا هو مسافة جاي بعيدة. لا، إذا هو جاي مع واحد يقدر أنه يوقفه، واحد من أهله يوقفه ويقدر ينزل. لكن أنت أيضا رجل المرور عندما أي والله أنت مسكر على سيارة الأسعاف، والسيارة هذه تبي تنقل المريض ولا بتنقل المصاب، شو يسوي لك رجل الشرطة؟ أبو بدر ما يرضى على رجال المرور حتى وهو خارج الخدمة، حبهم يعني فز معاي فزة حزاك على المرور. إيه ما يحتاج. وبعدين أتي إلى المواقف الأخرى اللي تقول ماكو مواقف، أنا أتفق معاك 100%. أتي إلى المناطق السكنية، عمارة 30 دور ماكو موقف للسيارات، هذه من مسؤوليته؟ هذه مسؤولية مباشرة من بلدية الكويت. بلدية الكويت رخص لها أصلاً، شلون ترخص عمارة كانت بدورين صارت 40 دور، والأربعين دور كل دور باركن 4 سيارات، وباركنج 4 سيارات. مبيدر، يمكن هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، ومثل ما قلنا يهم كثير إذا ما كان كل من يسكن على هالأرض الطيبة. ونتمنى نشوف الحلول إن شاء الله، والمشاريع اللي موجودة يتم أقرارها بأسرع وقت لتخفيف العبء عن الجميع. ما نبي باكر واحد يطلق مرته بسبب الزحمة إنه وقف ساعة ورد البيت، لا إن شاء الله ما يشوف أحد بعينه. دير بالك، أنا أقول لهم دير بالكم على حريمكم وعلى عيالكم، عسى الله يحفظهم لكم. آمين، يحفظنا جميعا. شكرا جدا مبدر، أستاذ مصطفى جمعة، أنا سعيد جدا، عساك على القوة، الله إن شاء الله يكون لنا لقاءات بإذن الله في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لقناة الكوت، وللأخوة المشاهدين أقول لهم مشكورين. فما الله، نشوفكم باكر.